السلام عليكم. في مقابلة تلفزيونية قال نجم التنس الأمريكي الشهير أندري أغاسي عن قصته مع النجم الألماني بوريس بيكر بعد أن خسر أمامه 3 مباريات متتالية، أنه بدأ يدرس أسبابها من خلال إعادة مشاهدة مبارياته مع بيكر مرات عديدة. لقى أنه بيكر في اللحظة اللي يرمي فيها الكرة بشكل قوي كانت عنده عادة غريبة جدا، كان يخرج لسانه، فبدأ يركز على هذه الحركة ولاحظ أنه بيكر كي يخرج لسانه على الجهة اليمنى للفم فإنه يقذف الكرة بالاتجاه المعاكس والعكس صحيح. وبعد هذا الاكتشاف أصبح أغاسي يصد رميات بيكر بكل سهولة، لدرجة أنه ربحوا بعدها في 9 مباريات من أصل 11 لعبها ضد بيكر، اللي كان مستغرب أنه كيف قدر يصد كل إرسالاته، وكان يقول لزوجته أنه أغاسي يقرأ ما يدور في عقلي، ولم يخبره بالسر إلا بعد أن اعتزل اللعب. ممكن تتساءل إيش علاقة القصة بموضوعنا اليوم عن الغزو الفكري، ولكن لما تدرك أن الغرب منذ قرنين تقريبا هو يدرس في الإسلام والمسلمين وأنشأ مراكز أبحاث وأقسام في جامعات متخصصة فقط لدراسة الشرق الأوسط، خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001، وكثير من الأفكار اللي تروج اليوم هي نتاج تقريرات هذه مراكز الأبحاث عن الإسلام المشوه اللي حابين ينشروه، لأن الغزو العسكري لم يعد بتلك الجاذبية اللي كانت عليه من قبل، لأنه عاد فيه إعلام وسيعرضك لخسائر كبيرة، وقد مضت سنة التاريخ أن الشعوب المستعمرة طالت المدة أو قصرت ستناضل من أجل استقلالها. هنا بدأ التفكير في نوع آخر من الغزو الناعم اللي حتى بعد ما تخرج الدول الاستعمارية تخليك تابع ليها وتستمر في نهب ثرواتك، فحقق نفس الهدف السابق بتكلفة أقل وبوسائل مختلفة، وهو الغزو الفكري. ما هو الغزو الفكري وما هو أنواعه وكيف ينجح في السيطرة على الشعوب؟ في محاضرة ليوري بيزمينوف اللي هو عميل سابق لدى الاتحاد السوفيتي عملها سنة 1984 عن طرق وأساليب تدمير الشعوب والسيطرة عليها، وتحدث عن تغيير مفهوم المخرب وأنه ليس هو هذاك الشخص ليدمر الجسور ويفجر البنايات، وإنما المخرب هو شخص دبلوماسي، ممكن أستاذ أو محاضر في جامعة، ممكن هو ممثل وفنان يقوم بعملية التخريب أو الغزو الفكري، لأنه أهم حرب هي لما تضطر تقاتل فيها وتقنع عدوك أنك لست عدو بأنك تخليه هو بعد يتبنى نفس أفكارك، يعود يشوف أنه حضارتك هي الصح وأنه هو في تخلف فيحتقر ما عنده فيجيك طواعية وينسلخ في حضارتك وثقافتك. أنت ممكن تقول لي أنه هذه مؤامرة، واحد ما سامع بيك ننصحك تطلع على تقرير مؤسسة تراند الأمريكية سنة 2007 اللي كان عنوانه بناء شبكات مسلمة معتدلة ليحدد بدقة صفات هؤلاء المسلمين المعتدلين اللي هم الليبراليين والعلمانيين والتافهين اللي لازم أمريكا تتعاون معهم لتشويه الإسلام، وحطوا مقياس من 10 نقاط لتقييم الفرد هل هو معتدل أم لا، وإذا رضت عنك أمريكا فاعلم أنه إسلامك مشوه فيه خطأ، لأنه ربي سبحانه يقول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. التخريب الجديد هو في تخريب أي شيء ذو قيمة في دولة غيرك، خاصة الدين والقيم والأخلاق، ولكن بالتدريج، مش راح يجي يحرق عندك مصحف ولا يقول لك انسلخ من هويتك، لأنك راح تنتبه أنه هذا عدو وستقاوم، لهذا تستغرق حوالي 15 إلى 20 سنة. لماذا هذه المدة؟ لأنها الفترة الكافية لتعليم جيل واحد من الأطفال أو مرحلة حياة الطفل لتتشكل من خلالها أفكاره وتصوراته وشخصيته. بعد ما يتبنى الأطفال هذه الأفكار راح تصير نوع من المقاومة من طرف الآباء فما يطبقوها كثير، ولكنهم يتقبلوها إلى أن يصبحوا هم الآباء فيتبنوا أبنائهم هذه الأفكار ويدافعوا عليها، ويصبح ليقول يا جماعة فيه دين وفيه فطرة هو الغريب. وهذا التأثير يكون في أهم 5 أشياء تبني المجتمع: الدين، التعليم، الإعلام، العائلة والاقتصاد. نبدأ بالدين. الدين هو أهم مكون للشعوب، لهذا يقول المؤرخ بلوتارخ قد تجد مدنا بلا أسوار بلا قصور بلا مسارح، ولكنك لن تجد مدنا بلا معابد. أي إنسان متمسك بدينه من الصعب السيطرة عليه، فبدأوا الحرب الناعمة على الدين الإسلامي وفي القرن قبل الماضي عن طريق المستشرقين. الاستشراق هو دراسة الغرب وعلمائهم للإسلام والمسلمين حتى يفهموا الشخص المسلم كيف يفكر وكيف يمكن أنهم يحاربوا الإسلام، فأنشئت أول مدرسة لتعلم اللغات الشرقية الحية في باريس سنة 1795، أي قبل احتلال نابليون لمصر بسنتين فقط، وأصبحت عندنا معاهد للدراسات الشرقية تخرج مستشرقين في كافة أنحاء العالم خاصة في أمريكا، وبدأوا ينقبوا في كتب التراث عن أي أخطاء وشبهات حول الإسلام والصحابة والحدود الشرعية حتى يشككوا المسلمين في دينهم. ولكن رغم كثرة الشبهات كانت معظم الناس تلجأ للعلماء اللي نجحوا في تفنيدها، فهنا انتبهوا أنه لا يمكن أنك
تدمر الإسلام من الخارج، لأنه حتى لو كانت شبهة قوية فإن المسلم ينظر لك على أنك مستشرق غربي ماك مسلم وهدفك الطعن في الدين. فبدأوا يظهروا عندنا أناس من أبناء جلدتنا يدرسوا عند المستشرقين ويقرأوا كتبهم وينقلوها هذه الشبهات زي ما هي بالضبط. أنت لما تشوف اسمه محمد أو أحمد أنت ممكن تسمع له. وبعد أحداث سبتمبر اقترح بول مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق عوض محاربة الإسلام فلنقم بتنمية إسلام جديد متعدل ليبرال يؤمن بالقيم الغربية وعزل الدين عن أي تأثير في حياتنا، أن الإسلام هو دينك في المسجد، أما في المدرسة والجامعة دينك هو العلم التجريبي، وفي الاقتصاد دينك هي المنفعة البزنس، وفي السياسة دينك هي المصلحة، وفي الإعلام هي المتعة. وهنا عاد فيه قبول لمظاهر الإسلام فقط، احتفالات عاشوراء، المولد، رمضان، وأنك ممكن توصل لله وتتقرب منه بدون ما تصلي ولا تطبق الدين في حياتك. فيه أيضا جانب آخر من الحرب على الدين هو اختراق أهل السنة عن طريق إنشاء فرق في ظاهرها تدعو للإسلام وتطبيق السنة، ولكن عندها هدف آخر هو التشويش على الدعوة الحقيقية والطعن في العلماء وتبديع أي عالم مخالف ولو كان من أئمة المسلمين حتى لو مات زي الإمام أبو حنيفة والنووي، ولكن لا يجرؤ أبدا على انتقاد الكيان ولا كل المنكرات اللي تحدث بصفة رسمية. فالناظر من بعيد يظن أن هؤلاء هم اللي مثلوا الإسلام فينفر من الدين. الحرب الثانية وهي التعليم. التعليم في أصله الإسلامي كان يربي الفرد على معرفة الله تعالى ومعرفة الدين، الاعتزاز بهويتك ويربطك بتاريخك، هذا أهم شيء، بالإضافة إلى الجانب العلمي رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم. كان هذا هو الحال إلى عهد الاستعمار تقريبا، ما كان فيه جامعات ولا كليات كبيرة، وإنما كان المسجد هو اللي يقوم بهذا الوظيفة. لهذا تلقى العديد من العلماء المسلمين في عصر نهضتنا حافظ للقرآن ومتميز في الطب والفلك والرياضيات، لأنه ما عندنا فصل بين الدين والعلم. وإلى جانب المسجد كان فيه الخان اللي هو موقوف لطلبة العلم خارج المدينة يقدم لهم المأوى والطعام والشراب، إلى أن احتلت بريطانيا الهند في القرن 19 اللي كان يحكمها المسلمين طيلة 1000 سنة، وهذا قليل اللي يعرفه اليوم. بدأت أول شيء بالتعليم، فطلبت من توماس ماكولي أن يكتب تقرير عن التعليم في الهند، فكتب تقرير سيء جدا على أنه ما في تعليم وناس جاهلة، رغم أنه ما كان فيه أمية تقريبا، والعلماء المسلمين في الهند هم من أكبر العلماء في العالم كله. الهند نفسها كانت متطورة وغنية، وإلى اليوم يعرف بتقرير توماس ماكولي الكاذب أو سيء السمعة. جوهر الرسالة كان خلق طبقة من الهنود في ملامحهم لكنهم إنجليزيون في أذواقهم وأخلاقهم وعاداتهم وعقولهم. وبعدها جاء الاستعمار للدول الإسلامية، لما دخل الجزائر كانت نسبة الأمية لا تتجاوز 20%، لما خرج أصبحت 80% الأمية، وأنشئت مدارس فرنسية والتعليم فقط بالفرنسية حتى تبقى مسيطرة علينا، وفرضوا التعليم المختلط. وشيء أنت لما تعتاده ما تعود تفكر أنه الأصل أنه فيه مدرسة مثلا للذكور والإناث، أو على الأقل فيه أقسام مختلفة. وفي عدة تجارب أمريكية في مدارس مثلا في مدينة شيكاغو جربوا أنهم يخليوا مثلا مدرسة للذكور وأخرى للإناث، بعد عامين وجدوا تحسن واضح في التحصيل العلمي، تحسن القدرات الكتابية واللغوية، حتى في الصحة النفسية، لأن الدراسات في أمريكا تثبت إصابة واحدة من كل 3 فتيات في سن 12 سنة بالقلق في المدارس المختلطة، وتصاب الثانية بالاكتئاب لأنه فيه تنافس فما تقدر تركز في الدراسة. كذلك عند الشباب لوحظ نقصان في معدلات العنف، ولو عمل مثلا خطأ أو الأستاذ يعاتبه ما ينظر للموضوع على أنه كرامة. فاليوم لم يعد التعليم يبني الفرد المسلم ولا ينعت له حتى نواقض التوحيد أو ما لا يسع المسلم جهله من الدين. أصبحت التربية الإسلامية هي مادة تدرس لمدة ساعة واحدة في الأسبوع، وعوض دراسة التاريخ الإسلامي بعمق أصبحنا ندرس كسر تاريخي، معظمنا لا يعرف أهم الأحداث في تاريخنا، وصلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز ومعركة عين جالوت والأمير عبد القادر، وبالتالي انقطعنا عن تاريخنا وهوينا. حتى في الجانب العلمي ما زلنا لا ندرس مناهج حديثة، وعدم إعطاء المواد المهمة قيمتها. وفيه اختبار عالمي يقام كل 3 سنوات يشارك فيه 81 دولة من العالم كامل اسمه بيزا، لاختبار القدرات الطلبة اللي في عمر 15 سنة في مادة الرياضيات والقراءة وفهم النص بلغتك المحلية، وفي مادة العلوم، وفي آخر سنة 2022 أضافوا مادة التفكير النقدي. الجزائر شاركت مرة أو مرتين فقط وكانت النتائج ضعيفة ثم لم تشارك بعدها. ثالث شيء هو الإعلام. كنا متفقين أن الإعلام هو السلطة الناعمة، ومعظم الغزو الفكري الحالي الآن يتم عن طريق الإعلام وبطريقة غير واعية مندسة في الأفلام والمسلسلات والأغاني وحتى كرتون الأطفال. والسؤال الأول،
من أعطى الإعلام هذه السلطة؟ هل مثلا إحنا اخترنا الإعلام ليمثلنا، أم هي تخضع لسلطة المال وكل واحد يملك المال أصبح عنده الحق أنه يتكلم على لسان الناس وينشر أفكاره وسياساته ويقنع بها الناس؟ لو نأخذ مثلا نتفليكس سنة 2017، تمت دراسة 3 مسلسلات، لقوا أنه معظم أبطال المسلسلات 78% منهم مثليون، والرسائل الواضحة أنهم أصحاب عائلات مترابطة، والرسائل الضمنية أنهم شخصية متفاهمة وعاطفية وقدوة في الحياة. يعني إحنا في فيلم عادي إحنا نتعاطف مع المجرم فقط لأنه بطل القصة. اللي شاف مثلا فيلم بريزون بريك الجزء الأول، لما هذاك الحارس بيليك كان رح يكتشف الحفرة اللي يهربوا منها، إحنا قريب ندعي أنه يا رب يعميه عليها ويقدروا يهربوا عادي. قديم الناس كانت تبني معرفة حقيقية عبر قراءة الكتب والتعلم الدين في المساجد، وكانت المصادر يعني شبه محدودة. ولكن اليوم أنت 80% من معلوماتك ماخذها من وسائل التواصل، وبالتالي ما عندك قاعدة صلبة، ويمكن أني نمرر لك أفكار في صورة تبسيط العلوم أو فيلم أو مسلسل، فبعد مدة تجد أن شخصيتك تغيرت، ما عدت قادر أنك تشاهد شيء فيه جدية أو تقرأ كتاب متوسط الحجم أو تصبر على تعلم دينك وقراءة القرآن أو قراءة تاريخك، فقط ماذا بيك الشيء السهل الممتع، فتبدأ حتى تغير من انتمائك. لأنه زي ما يقول الأستاذ أيمن عبد الرحيم، أنه ليس العجب في من ألحد وابتعد عن الدين، وإنما العجب لمن نجا كيف نجا. لأنه كل شيء قدامك يدعوك للحرام، والدور الأصلي للمسجد والتعليم والإعلام تم حصره، فتلقى الطفل معاك في نفس البيت عنده نفس الملامح ونفس اللقب، ولكن انتمائه مختلف وطريقة تفكيره مختلفة تماما، لأنه يتغذى على إعلام مفسد. الآن نروح للعائلة. تبقى العائلة هي الحصن الأخير المتبقي للفرد ضد الغزو الفكري، وبالتالي حتى يسهل اختراق المجتمع يجب أن يصبح مجموعة من الأفراد لواحد ما عنده علاقة بالآخر، زي ما الغرب وين الفردانية هي الطاغية والأسرة عندها سلطة على الفرد وتأثير عليه كبير، وبالتالي لو نجحت أنك تخرج الفرد من تأثير الأسرة رح يسهل اختراقه والتأثير عليه. والآن بدأت محاولات لتفكيك الأسرة المسلمة عبر أجندة الأمم المتحدة لتمكين المرأة واتفاقية صيدا، والهدف الأساسي منها هو إبعادها عن دورها الأساسي في الأسرة مع أبنائها، ورح تضطر أنها تشوف مربي آخر للأطفال. من هو المربي الجديد؟ هو الإعلام اللي خلاه تم اختراقه. فنزرع في الطفل أنا القيم التي أريد، واليوم في الغرب وصل تحجيم دور الأسرة لدرجة لو أنت اعترضت على تدريس ابنك للفاحشة في المدرسة وعلى مثلا تغييره لجنسه، فأنت معرض للسجن وسحب ابنك منك ويحطه في لعائلة أخرى. أيضا من الأشياء اللي سعوا لتدميرها هي الروابط المجتمعية اللي كانت مقوية مجتمعنا، سواء العلاقة مع الجيران والناس تعرف وتساند بعضها في أوقات الأزمات، الآن واحد ما عارف الثاني. فكرة الأسرة الممتدة أن الناس تبقى مفعلة لصلة الرحم بيناتهم، وهذا يخلي من الصعب على أي فرد أنه ينحرف. بعكس اليوم الواحد ممكن لو شاف عمه أو خاله في الطريق ممكن ما يعرفه أو ما يسلم عليه، وهذه الأفكار تنتشر عبر التسلية والميمز، والناس لا تنتبه لأنه الشيء اللي يقدم في سخرية الناس لا تنتقده فيضحك ويعديها. العنصر الخامس هو الاقتصاد. لا شك أن الاقتصاد الغربي الحالي والتطور اللي راهم فيه جزء كبير منه يعود لفترة الاستعمار واستغلال ونهب خيرات الشعوب، وتقريبا ما فيش دولة استعمارية تركت مستعمراتها إلا وضمنت أنها ستبقى تستفيد من ثرواتها بطريقة أو بأخرى. وبالتالي الحضارة الغربية بنيت من ثروات العالم الثالث، وهذا لا يختلف عليه عاقلان. في كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم يعترف فيه الخبير الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز على استراتيجية أمريكا لبناء اقتصادها المتمثل في الشركات الكبرى الرأسمالية. فالدول اللي ترغب في تطوير البنية التحتية تحتها راح تضطر أنها تأخذ قروض من مؤسسات مالية أمريكية اللي عندها الحق أنها تطبع الدولار بكميات لا محدودة. ولكن فعليا هذه الأموال لا تغادر أمريكا، لأن الشركات الأمريكية هي اللي راح تتولى تنفيذ هذه المشاريع. ولكن الكاتب يقول لك أنه مقياس نجاح الخبير اللي يدير لهم الدراسة على حسب ضخامة القرض، بحيث يكون الهدف أنه هذه الدول لا تنجح في تسديده. وهنا تبدأ أمريكا في التدخل في شؤونها ونهب ثرواتها. الكاتب نفسه اعترف أنه هو وزملائه دفعوا الإكوادور نحو الإفلاس حتى اضطرت لبيع غاباتها لشركات البترول الأمريكية. وبالتالي أنا لما نسيطر عليك اقتصاديا رح يسهل اختراقك، ورح ترضخ لشروطي، خاصة مع التأسيس لعقلية الاستهلاك، لأنه أكيد الاستهلاك المادي لشيء يخلق نوع من الارتباط مع الثقافة اللي جاء منها، ورح يصبح من السهل أنك تتبنى نمط حياة لقاعد نصدر لك فيه مش مجرد منتج فقط، وهذا باب كبير من الاختراق من الجانب الاقتصادي. الآن بعد 15 سنة من هذا الاختراق أو الغزو الفكري في 5 جوانب، هؤلاء النائمون أو الجيل الجديد استيقظوا وصعدوا إلى أعلى الهرم ليصبحوا هم القادة،
وابكي بعد على المجتمع اللي تغير 180 درجة. ولكن رغم كل هذه المكائد لم يكن لينجح التخريب الخارجي من دون الهزيمة النفسية أو القابلية للاستعمار، زي ما عبر عليها مالك بن نبي أنه ما فيش استعمار ينجح بدون قابلية الشعب نفسه للاستعمار، شعب يقبل التبعية ويكفي فقط أنه يكون غير معتز بهويته فتضيع البوصلة بحيث ما يعود قادر أنه يفرق ما بين الصواب والخطأ والصديق والعدو، ويفرق لك بين ثلاث عوامل: عالم الأشياء وهي البنيان والمؤسسات وناطحات السحاب، عالم الأشياء وهم الناس اللي يديروا عالم الأشياء، وعالم الأفكار. ويقول لك أنه حتى لو تحطم عالم الأشياء وعالم الأشخاص وبقيت الأفكار راح تنهض من جديد. ويضرب مثال بألمانيا اللي دمرت 40% من بنيتها التحتية بعد الحرب العالمية ومات 20 مليون ألماني، ولكن في غضون سنوات قليلة قامت نهضة اقتصادية عبر البروفيسور شاخت واستعادة مكانتها لأنه عالم الأفكار سليم. لكن إندونيسيا لما استقلت طلبت من شاخت نفسه أنه يعمل لهم نفس خطة النهضة، رغم أنه موقعها الجغرافي جيد وفيها زراعة وصناعة وكتلة سكانية كبيرة، لكنه فشل فشل ذريع لأنه عالم أفكار الألمان مختلف عن أندونيسيا. وهنا المشكلة، لما المستعمر يخرج من عندك وهو غير من عالم أفكارك، بحيث تتفاجأ أنه مثلا كل الدول الإفريقية المستعمرة لفرنسا سابقا تتكلم فرنسية، وبالتالي أنت ما عندك أي عالم أفكار تدير شؤونك، أنت مضطر أنك تتبعني وتخضع لي سياسيا واقتصاديا وفي التعليم وحتى في الثقافة. وخطورة عالم الأفكار فإنه هو اللي يخليك قابل للاستعمار. لو تبنيت أحد هذه الأفكار تتبنى فكرة ميتة، هي فكرة تاعك داخل تاريخك ولكن جبتها من سياق آخر تماما، تقول أنه إحنا مثلا تطورنا في عصر الدولة الأموية، فأنا رح أعمل زي الحجاج بن يوسف اللي كان إذا حلف أنه يقتل شخص ثم ظهر هذا الشخص بريء كان يقتله ما يصوم 3 أيام. أما الفكرة الثانية أنك تتبنى فكرة مميتة هي مش تاعك أصلا، زي قصة أزمة ثعالب تسمانيا. يقولك كانت فيه مقاطعة وعندهم برلمان صوتوا بالإغلبية أن نستورد ثعالب اللي عند الجيران ونخليها تتكاثر عنا. كان الحزب الأخضر المعارض يقولهم يا جماعة هذا الثعلب عند الجيران عنده العدو الطبيعي تاعه، فهو يأكل الأرانب وفيه واحد يأكله فيبقى فيه توازن بيئي، ولكن احنا ما عندنا أصلا هذا اللي يأكله، فقالوا نجيبه فجابوه أكل كل الأرانب وتكاثر بسرعة وخرب الدنيا. الشاهد أنه مش كل فكرة أو مشكلة عند الغرب تصلح لنا نستوردها، وهذه راح تعدي معنا كثير في النسوية والذكورية والرأسمالية. طه حسين لما عاد من فرنسا سنة 1919 لمصر كان يقول لابد أن نأخذ كل ما عند الغرب خيره وشره. الفكرة الثالثة وهي فكرة صحيحة ولكن خذلها أصحابها، زي مثلا الاتحاد السوفيتي كان ينادي بالعدالة والمساواة مع الشعب وفيه طبقيا بعد كي حكم واستبداد، هو نفسه خذل الفكرة. نفس الشيء لما احنا في انفسنا ما نرضى نطبق الشريعة في ابسط تعاملنا في اخراج الزكاة والامر بالمعروف واداء الامانة، فاحنا نخذل فكرتنا. وبالتالي لو جاء اي واحد خارجي وعمل هذه الاشياء واحل ما حرم الله احنا لن نستغرب، رح نتقبل الاستعمار لانك ابتعدت عن دينك وهويتك فيسهل اختراقك. وكالعادة إذا تغيرت نظرتك إلى الأمور زادت قدرتك في تغيير الأمور. الوعي أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صح فطوركم، السلام عليكم. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا، وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا، في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابياً.